ذوبان السكر. هيدا ذوبان السكر وصباحنا مثل السكر اليوم مع مؤلف الموسيقي وعازف ساكسفون توفيق فاروق. اهلا وسهلا فيك. شكرا. احنا اول شيء سعيدين كثير انك باخبار صباح معنا. شكرا. وسعيدين انه لبنان واللبنانيه رح يحتفلوا بعيد الجاز او اليوم العالمي للجاز معك هالسنه. بس خلينا اعمل جوله. السنه الماضيه كنت بلبنان بالميوزيك هول. صح. ومن وقتها لهلا هيدا ثاني زياره لإلك لتحتفل باليوم العالمي للجاز. اول شيء قد ايه حلو بالنسبة لك انه في يوم عالمي للجاز؟ يعني نحن بالنسبة لنا كل يوم احتفال، لما بنطلع نلتقى بالجمهور او يكون عندنا مناسبة لانه نعبر عن اللي بنحسه. بقى تحديدا يعني هالنوع من الاحتفالات بتصير لها علاقة شوي شو بنسميه اليوم العالميه، يعني قصه خاصه انه اليونسكو هي يلي اعتمدت هيدا النهار. هلا قديش هيدا بياثر على استمراريه هالنوع من الموسيقى؟ اذا بشكل ايجابي بيكون كثير منيح. المهم ما يصير في نوع من التسويق يعني التسويق التجاري بس لهالنوع من الموسيقى، لان الممارسه اذا بدك لهالنوع من الموسيقى اليومي شوي في صعوبات اكثر كثير بتتعدى قصه الاحتفالي، موضوع الاحتفاليه. بس هاي مناسبة لتلتقي وتحطي يعني تسلطي الضوء مثل ما بيقولوا على هالنوع من الموسيقى اللي هو شوي بيضلوا إليتيست، يعني نخبوي شوي بالنسبة للجمهور. بس هذا شيء منيح. شيء منيح اوكي. انه نخبوي. هلا على امل انه هالنخبة كميتها تزيد. فولا انه ينتشر اكثر وهيك. بس وهو يعني هذا بيؤدي لموضوع قديش في اهتمام ان كان من ناحية الثقافة او من ناحية حتى السياسيين يعني بالنسبه لهالموضوع. هلا بشكل خاص باوروبا في سياسه معينه لدعم هالنوع من الموسيقى ان كان ان كان بالنسبه للتعليم او حتى بالنسبه للممارسه خلينا بس نذكر سريعا انه حضرتك عايش اصلا بفرنسا بباريس وجاي على لبنان خصيصا للمشاركه من خلال جوله قمت فيها. كنت قبل بعمان، امبارح كنت بجامعه البرلمان بالكوره، اليوم بداون تاون ومكفى بعدين على القاهره. قديش بيفرق الجمهور بين برا، حيلا مطرح برا، وبين لبنان؟ يعني كيف بتصنف الجمهور اللبناني للجاز؟ لما صراحة في صعوبة شوي بالنسبة للتصنيف، بس اللي بيحسه الواحد انه في جمهور ما بيمرق عليه شو مكان هون بلبنان. في جمهور بشكل عام يعني في نوع من الجمهور ما بيمرق عليه شو مكان، وفي جمهور بيتقبل كل شيء وبيفوت فيه كموجة يعني بيصير على الموضة شوي. شو قصدك بجمهور ما بيتقبل؟ لا، في جمهور ما بيتقبل شو مكان، يعني هالقد ذواق، يعني هالقد مطلع على صح. موسيقى الجاز بيكون جمهور متطلب. صح كثير. يعني قلت اللي بدي اقوله بطريقه شوي مباشره. بقى نحن مهمتنا انه نتعامل او نقدم باسبط طريقه ممكنه عملنا ونقدر نوصل هالاحساس او مش رساله، بس انه هالنوع من الموسيقى يقدر ياخذ نوع من الاكسجين. بقى هلا هذا هالنوع من الموسيقى اللي يستمر بده جمهور، بقى هذا بده ده شغل كمان يعني. بس الجمهور بهيدي الحاله بيعطيك مسؤوليه، ما فيك تقدم كل وقت شيء. كل وقت في مسؤوليه لانه في ضمير مهني مثل ما بسموه. هيك في نوع من كمان نوع من الالحاح، يعني لحتى الوقت يقدر الواحد يستمر. ما فيك تفترضي انه انا بدي اعمل موسيقى وتوقفي بعد سنه او سنتين، يعني هذا مشروع طويل طول الحياه. طيب بدنا نحكي عفوا، بس في شيء كمان له الاعلام، له دور مهم كثير ان كان الاعلام المكتوب او المرئي. يعني اذا هالنوع من الموسيقى منبث بشكل مستمر، اذا ما في سياسي له كمان ما فتحوا مجال للعالم تتعرف عليه. بالضبط. بقى كيف بده يضل يعني بضل الجمهور يعني مرتبط بانت شو بتبثي له. مزبوط. نفس الشيء كمان الصحافه المكتوبه، يعني الصحافه المكتوبه بتحسي اوقات الصحافي عم بيكتب بشكل بس ليأذي الشخص الثاني او عم بيكتب بس ليمجده، يعني انه هون في غياب الموضوعيه يلي بنحكي عنه. توجهت هيئتك شوي؟ لا انا والله ما عندي بلبنان ما عندي يعني صراحه الواحد بيحكي، لانه بتخيل بلبنان بينبسطوا كثير بموسيقتك يعني. طبيعي. طب خلينا نحكي عن جامعه البرلمان يلي بس انه في مشكله تقنيه. خلينا نشوف كليب ونرجع. Ça se fait pas, je m'en fous.
حياتك انت انت ولا انتش داري لي. انا بدي منك اعتذار تمضي لي ورقة عن كل مختار اسمي انا ليلي مالي عشاني انا جمعك مع الفنانة اللبنانية ياسمين حمدان أغنية تقريبا من 10 سنين وأكثر بس أخذت شوي ضجة كتير كبيرة بوقتها 2002 هاي خلينا نحكي عن مبادرة جامعة البلماند مبارح. مبارح قدمتوا حفلة هونيك بس كمان الجامعة هيك كان عندها لفتة تجاهك. مزبوط، جامعة البلماند عنده نوع من السياسة الفنية شوي هيك فيها رقي، لانه بيقدموا اعمال مجانيه لطلابهم وللجمهور اللي هو قريب شوي لطرابلس شوي لانه يعني بعاد شوي عن العاصمه وهيك، بيستضيفوا فنانين او موسيقيين اللي بيسمون شوي هامشيين، يعني اللي ان كان بالموسيقى الكلاسيكيه او الموسيقى حتى بالموسيقى المغنات يعني وهيك. فكان في اتصال من قبل السيد رائد جرجس بعتقد، والاتفاق معهم كان كتير سريع ولين. بيضل في المشكلة التقنية، يعني لا تقدر تجيبي 6 موسيقيين أو 7 موسيقيين مع مهندس صوت من برا، هذا شيء مكلف. بقى كانت الدعوة من مهرجان الجاز صراحة هي اللي سهلت هالأمور، لأنه بدون هالدعوة من مهرجان الجاز كان في صعوبة أنه تصير، يعني شبه مستحيل، صبتوا عصفورين بحجر واحد. مزبوط. هلأ الجمهور هونيك لعبنا بظروف مختلفة كليا عن بيروت، يعني أكوستيك 100% بدون معدات صوت وهيك. حلو. المسرح أوديتوريوم الزاخم كنتو؟ أوديتوريوم حريري. حريري. أوكي. الأكوستيك فيه جيد وهيك، بس أنه كانت حفلة منيحة. طيب خلينا نسمع شوي مشان نكفيها. مع جاز بنفحة شرقية كمان، يعني صح انت لك سنين مقيم خارج لبنان بس منسا عم نحس انه هي موسيقى اجنبية بس فيها هيك حضور شرقي، يعني من خلال آلة الناي، وما بعرف هلأ متعرف معك اذا في آلات كمان غير شرقية عم ترافقك. بالنسبة لقصة الجذور، يعني الروتس، هنا انا بحس هاي شخصيتك هي اللي بتكون كل معطيات الشخصية تبعتك. القصة النفحة الشرقية، ما أنا نفحة شرقية، هي هاي اللغة الأساسية إذا بدك، هي النفحة الثانية اللي جاي مكملة لها. وهذا مشروع ما إجا عن طريق الصدفة. حلو يعني هالجواب، بعجبك عن جد. إنه عادة منقول إنه بيضيفوا النغمة الشرقية على أعمالهم، بالنسبة لك الشرق هو الأساس. شيء أكيد، ومثل اللغة، يعني اللغة اللي بتحكيها هي هاي الأساس. رغم هيدا العمر الطويل اللي عشته خارج لبنان. إيه حلو. الموضوع اللي هيدا الموضوع صار زمان مبلش، يعني مبلش من السبعينات مع عدة أشخاص، والتطور أو اللي يقدر يكفي بدك تحس في تناغم وفي في تلاحم بين التجارب، مشان هيك تجربة كل شخص منا هي بتكمل تجربة الآخر.
بقى ما فيك تقولي لانه هيدا هو الشخص اللي بلش يعمل انه يخلط الشرقي مع الغربي او انه هيدا مميز بيعمل جاز وهيك، كل هيدا انا بحسها تعابير العلاقه الفيوجن الماركتينج وهيك. في قصه هيدي شيء دارج بعتقد بيكون موضه وبتدرج وبتروح وبيرجع بدرج غيرها يمكن. مزبوط، بس اياها اللي بتضل هيدا، مشان هيك قصه الشرق والغربي منه اجى ما اجى عن طريق الصدفه، يعني اجى في تفكير في تفكير وفي تصميم اذا بدك، لا بدنا نوصل من هون لهون ونقدر نشوف بعدين تجارب غيرك بتعلمك وبتفتح لك غير نوافذ وغير طيب بين علي في برودواي بال94 اول البوم لإلك وصولا الى اخر البوم لفيل انفيزيبل او مدن لا مرئيه، ومرق بيناتهم اربع البومات يعني هن كلهم على بعضهم ست البومات، بتسمع اول البوم علي في برودواي؟ بتسمع اعمالك بالاول وشو بتلاحظ؟ هلا بسمع اوقات عن طريق الصدفه، يعني نادرا ما ارجع احط اسطوانه هيك، في شغلات بسمعها بقول انه هاي مر علي الوقت، بس في شغلات بسمعها بقول والله انه سيبها مال في مر علي الوقت. كيف يعني؟ لحلك كيف ما يعني مر علي الوقت، في شغلات كلمه اذا بتسمعيها هلا معموله مثلا ليلي سانفو اللي سمعناها، انا بحسها بس اسمعها هلا بحسها انه مثل كانها معموله اليوم، صح يعني معاصرة، بس بتحس انه هاي قديمة قطعت، بحسها انه إلها علاقة شوي بالفانتازم بالخيال تبعك انه انت جعبالك تعملي مثل مثلا الامريكان، مشان هيك بتحسي او مثل ارتيست انت بتحبيه كتير، مثلا بعلي اون برودواي في دقات انا كنت مغرم بعدني مغرم ب مثلا عازفين ساكسفون جاز مثل ديكستر جوردن او تشارلي باركر وات ايفر، مأثر فيهم ما بعرف قديش مأثر فيهم، بس انه بتجربي تدقي مثلهم بتحسي انه لا ما زبطت معك كثير. اوكي يعني. طيب بس حبيتوا هذا الالبوم، رجعت عملت له ريميكس؟ لا ما عملت له علي اون برودواي بحبه كثير، انا عم بحكيك يمكن بغير قصص يعني هيدا اول انتاج. لا علي اون برودواي بحبه كثير ونعمل بظروف كثير مميزه بين بيروت وبين باريس وسجل. طيب لما تشتغل على البوم ومعزوفات لإلك شو الفرق بينه وبين انه تشتغل على معزوفات لموسيقى تصويريه او من تاليفي بس قصدك؟ طبعا الموسيقى التصويريه مختلفه كثير، انت هون بتعمل الموسيقى لتخدم الفيلم بشكل مباشر، بدك تخدمي فكره المخرج شو بده، بدك تقدري تعبي الفراغات او تكملي السيناريو اللي ما قدر الاحساس او السيناريو اللي كاتبه المخرج بشكل اساسي، التعاون معه بده يكون يعني الموسيقى بيكون اخراجها كمان في يعني مسؤوليه المخرج كمان مهم كثير. بالموسيقى اعمالي حر، مش قصه حر، في قصه المعايير بتكون مختلفة وفي قصة الخط الارتستيك معنى فيه بكون 100% فيه. اوكي شو اخر الافلام يلي اشتغلت عليها؟ اشتغلت لفيلم اسمه نور لخليل هون الكارثة هلا زعرور زعرور نور نور زعرور ايه؟ عفوا خليل تبع التزويج المبكر بعدني واعد فيلم من عرض سنة الماضي هو عن الزواج المبكر عن زواج القاصرات هيك يعني كانت تجربة صراحة مثلا خليل كان عنده نوع من الحرية يعني أعطاني الحرية الكاملة لأشتغل الموسيقى الفيلم وتدخله كان كتير كتير بسيط لا كتير حذر يعني ترك لي المارج إنه حتى لما كان بده يعطي ملاحظة ملاحظته كانت كتير كتير دقيقة وهيك هذا النوع بالعكس بيزيد عليك المسؤولية أكثر لأنه حكينا شوي عن الحرية وهيك يعني الحرية كمان أوقات إذا من سيء استعمالها بتسيء بتضرك للمادة اللي عم نشتغل عليها بالضبط بقى في مخرجين شوي عندهم إلحاح أكثر أو نوع من التدخل المباشر بعملك هيدا شيء بيزعجك؟ ما بيزعجني أوقات هيدا بيفيد العمل واوقات ما بيفيد العمل هلا الازعاج الازعاج دائما في ازعاج اذا بدك بالحياه اليوميه في ازعاج بس انه بدنا نتخطاه الازعاج اوكي نسمع هيدا نور عم نشوف فيلم نور عم نسمع شوي من الموسيقى اوكي
كنت عم بقول بالموسيقى التصويرية للأفلام قديش بتنجبر، مش بتنجبر بس بتنحكم بآلات معينة لتقدر توصل يلي بدك إياه أو يلي بده إياه المخرج. الآلات هي أدوات، هي بيتفاهم عليها الواحد مع المخرج حسب كمان هو شو بده، يعني شو جابله يسمع أو شو حاسس الفيلم بده نوع من، وشو الميزانية كمان. يعني في أفلام أوقات بيجوا لك المخرجين مع احترامي لهم إنه بدهم أوركست سيمفونيك والبادجت بيكون كتير قليل، كتير قليل، بقى بتجربي قد ما فيك تعملي نوع من ال بتزبطيها يعني بيني كوبي مش دي ايه فلا اكزاكتمو، بس ال الشيء الحساس اذا بدك بالافلام انه كل واحد يعمل شغله. بحس انا هيك يعني في اوقات ناس بيعطوك الفيلم بعد منه بعد فتره بيتغير نهائيا، ان كان من ناحيه المونتاج او من ناحيه حتى تراتبيه المشاهد بتكون انت عملت الموسيقى وخلصتيها خلصت يعني سجلت. انت بتفضل تستلم الفيلم خالص وبعدين تحط الموسيقى مثلا، بس حتى لما تكوني قررت انه هاي هي الموسيقى تبع الفيلم ترجع تشوفي فيلمك مثلا معروض بغير مونتاج او بغير هذا انا بسميه خيانة. طيب بدي اسال شغله، لا معلش بدي ارجع لهذا الموضوع. في مخرجين اوقات بيخونوا العمل تبعك وهذا شيء ما مسموح. طب هيك شيء ما فيك تطلبه، ما في كونترا؟ في كونترا بس شو فيك تعملي يعني؟ جنتلمنز اجريمنت مثل ما بنقول. طيب اي آلي ما بتستغني عنها ابدا لما يكون عندك عمل؟ اي آلي بترافقك دائما باللايف بالحفلات او بالموسيقى؟ ساكسفون. لا ساكسفون لا، لك عم بحكي عن غير. لا عم تحكي بالحفلات انا ولا بموسيقى الافلام؟ بتنينهم في شيء موجودة دايما، يعني بتحس انه الساكسفون بده آلة لنعمل بموسيقى الافلام ولا مرة حاطط ساكسفون، يمكن بس بفيلم فلافل لميشيل كمون استعملنا في الساكسفون لان هو بده في الساكسفون كده. بس انا ما بفكر وقت اعمل موسيقى فيلم انه لازم احط الاله تبعي، الاله تبعي بتيجي بس اذا في الحاح او في يعني في ضرورة لاستعمال الاله حسب حاجتها، يعني حسب حاجتها. بحفلات او بموسيقى التأليفية الديسكات يعني ساكسوفون لأنه هي آلتي، بس بنفس الوقت بعزف غير آلات يعني. طب بعد شهر ونص رح بتشارك مع الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية، رح بيكون عندكم تعاون أو بعده قيد الدرس؟ ما بعرف إذا رح يصير، أنا جعبالي كتير ينعمل يعني هذا مشروع صراحة. أنا عبالي أعرف أي آلة رح بترافقك، رح نشوف الساكسوفون مع الأوركسترا الأوركسترا السيمفونيك بيروت يلي بتمنى أنه يصير، لأنه هذا العمل صراحة اشتغلت عليه يعني صار في اتصال مع الدكتور وليد مسلم يلي بوجهله تحية لجهوده البوزيتيف وبرحب بالمدير الجديد للكونسرفاتوار الزميل بسام سابا، بتمنى له النجاح. بقى في الموضوع هو كتبت نوع من العمل سيمفونيك، ما بعرف قديه سيمفونيك بس انه سويت للاوركستر وللكواتيور دو جاز بيانو ساكسفون درامز اند دبل بيس، وبتمنى انه يتحقق. هو كان مفروض ينعمل بحزيران بس اجت الانتخابات، انا ما بعرف شو عم يصير بالانتخابات وهيك انه اذا هالقد ضروري مثلا يتاجل عمل موسيقي لان في انتخابات، مع انه الانتخابات هلا بعد جمعه هو الحفله بحزيران، يعني كل الحياه رح تتاجل لبعد الانتخابات. لو عرفنا هيك انت ترشحت مثلا عند الدائره مثلا، اذا فيني اعلن هلا فيني اعلن هلا ما بعرف، بس عن جد كنت عبالك تترشح لوين؟ خلص عرفت الجواب. طيب بهيدا التور هلا بداون تاون اليوم شو رح يكون معك الات وشو الريبرتوار يلي اخترته؟ طيب في قطعه يلا تفضل، صرت كثير مقطعتك لا بريك، رح ناخذ فاصل ونرجع.